الناحية الهجومية شفتها ازاي يا رامي امبارح والمباريات القادمة كمان؟ هو طبعا يا كابتن يعني انا شايف وسام من الفراوده اللي بقالنا كتير ما شفناهاش في النادي الاهلي. سترايكر فايتر بيضغط بيتحرك بين الخطوط كويس جدا، حتى لما نزل الشوط الثاني امبارح وكل مباراه كان شارك فيها قبل كده مؤثر وليه بصمه لما بينزل. ف انا شايف الفتره الجايه انا شايف الراجل يعني يبعد عنه الاصابات، يعني هو برضو كان بدأ وبعدين اتصاب وبعد، فهو كل ما يبقى عاوز يديله هيعتمد هديله عليه يتصاب. فربنا يكرم الفتره الجايه ما يبقاش في اصابات، لا هيبقى هو نمره واحد عنده اكيد. رجوع بيرسي تاو وحسين الشحات ورضا سليم، يعني انا شايف رضا سليم الاصابه دي كانت جات لي هو لسه مخطوف منها، حتى انت لو تلاحظ بيحاول ما يوقعش كتير مع انه خلاص هي اصابه وخلصت، مش خلاص خلصت موضوع ما هيشوف مش صعب. صحيح. هو المفروض مع اول وقعه خلاص الموضوع خلص، يعني انا لاحظت اول ما رجع لا خايف خايف وماسك ايده، حتى وقع كده في مباراه في الدوري رفع ايده اكنه اتعور تاني بس هو ما كانش فيه اي حاجه اصلا. لكن هو مفيد جدا، والفتره الجايه حتى لو انا شايف مش عارف مين الاقرب، يعني بيرسي تاو ممكن يكون اقرب من حسين شويه عشان حسين لا لسه بيرسي اقرب. فرضا يلعب على ناحيه الشمال وبيرسي تاو ناحيه اليمين، ووسام ان شاء الله يبقى هو في الثلاثه اللي يبقوا قدام ان شاء الله المباراه القادمه ان شاء الله. يعني انت شايف ان الناحيه الهجوميه في النادي الاهلي في امان خلال الفتره لا القادمه؟ عنده اختيارات كتير وعنده حلول كتير وعنده، وزي ما احمد قال عبد القادر بقاله فتره راجع. راجع ومركز اكتر بره الملعب، لكن هو دلوقتي الفتره دي شايفه مركز وما بينزل. نزل مباراه زد كان كويس جدا، المباراه بتاع الزمالك امبارح احرز هدف وكان مؤثر، فهو الفتره الجايه يبقى مركز. وهو عنده الخط اللي فوق يا كابتن اسلام، عنده حلول كتير وعنده اختيارات كتير، يعني هو اكيد بيغلب اللي هو يحط الثلاثه فين اللي قدام يعني. فدي عنده مشكله في الاختيار، لكن مشكله فنيه لا، من اقوى الخطوط في النادي الخط اللي فوق يعني.